السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة سنسونة سلوى. كتير منكم بيسألوني على وصفات حلويات تكون سهلة وسريعة وفي نفس الوقت تكون مفيهاش دقيق ولا نشا، مش مفيش مكونات كتير فيها. النهاردة وصفة جميلة جدا، هي كده ما بين البودينج ما بين الكيك، طعمها لذيذ جدا جدا ونقدر نحط النكهات اللي احنا بنحبها. يلا على طول نشوف المكونات المختلفة شوية. هنستعمل النهاردة البطاطا الحلوة. البطاطا من الحاجات اللي فعلا مفيدة، بتاكاروتين مصدر هايل للنشويات. هنحتاج تقريبا لوصفة النهاردة حوالي نص كيلو، أنا عندي هنا على الميزان 480 جرام تقريبا، يعني قريب من نص كيلو. كل اللي هعمله إن البطاطا دي هقشرها وهسلقها، نقدر كمان نشويها لو احنا عايزين، أو لو عندنا بطاطا مشوية خلاص يبقى احنا كده جاهزين اللي احنا نعمل أول خطوة. تعالوا بقى عشان انا مش مستوية ولا حاجة عندي، فهبتدي ان انا اسلقها. بحط اقل من كوباية مية واحطهم على النار لحد ما تستوي معايا تماما. هنغطي عليها طبعا عشان تستوي، ممكن كمان نقطعها عشان ما تاخدش وقت على النار. شايفين شكلها روعة. بعد ما نعمل الخطوة دي هنسيبها تبرد شوية، فممكن لو احنا عندنا بطاطا ومش مسلوقة نبتدي نعمل الخطوة دي وبعدين نشوف بقية الطريقة. بصوا انا وهي سخنه كده هبتدي اهرسها، هي استوت معايا خالص، يعني انا كنت حطاها الحله اللي عندي دي كانت حله ضغط يعني، فايه فالموضوع خلاها تستوي جدا. طيب نبتدي نهرسها بالشوكه ونسيبها تبرد، وعقبال ما تبرد هنجهز شويه حاجات، يعني مش حاجات كتير ولا حاجه، هتكون اختياريه. انا عندي هنا اي نوع مكسرات وتكون مكسرات مش متحمصه. انا عندي سوداني نقدر نستعمل معاها، بيكون اللوز حلو جدا، عين يعني الجمل كمان بيكون جميل. نبتدي ندقه كده لو احنا عايزين نستعمله في الوصفة. تعالوا بقى نجيب بيضتين بدرجة حرارة الغرفة ونحط عليهم الفانيليا اللي هي بتكون خام من غير سكر، وكمان اقل من نص معلقة من البيكنج باودر. شايفين المعلقة يعني حتى مش ممسوحة، اقل من نص معلقة، ونبتدي نقلبهم كده. نقدر نحط عسل لو احنا حابين، نقدر نحط تمر، نقدر نحط دبس تمر، زي ما انتي حابه تقدري تسكري الوصفه زي ما انتي عايزه. انا هكتفي بالطعم الرائع جدا بتاع البطاطا اللي هي السكر الطبيعي، وهحط عليها شويه شوكليت شيبس في الاخر عشان برضو ايه الولاد كده يتحمسوا وياكلوا منها. إيه البطاطا خلاص بردت معايا، نبتدي نحط عليها البيض والايه والفانيليا والبيكنج باودر ونبتدي نقلب كده المكونات. واحنا كده تقريبا خلصنا وصفه سهله جدا ما خدتش اي وقت خالص. طيب يا سلوى السوداني ده ايه لازمته في الوصفه؟ انتي ما حطيتوش معاهم ليه؟ السوداني ده انا هحطه في القعر من تحت. تعالوا بس الاول اوريكم اي قوالب عندك، حتى قوالب الكب كيك تنفع، ولكن المهم جدا ان احنا ندهن القالب. فانا هدهنه واحط ورقه زبده كده صغيره وادهنها، ونحط شويه من نوع المكسرات اللي احنا حابينه. احنا في الوصفه هنا هنحط سوداني دلوقتي مجروش كده، لما بيستوي بقى ويخش الفرن بيحمص ويعمل طعم حلو، لو احنا عايزين نضيفه وبيعمل اضافه وطعم جميل وكمان زياده فايده، يعني بالنسبه لاولادنا الحاجه اللي احنا عايزين نديها لهم هما مش بيحبوها قوي ممكن نحطها لهم في حاجه زي كده. تعالوا نحط بقى. بصوا انا هعمل 3 قوالب كبار و3 صغيرين، يعني عشان برضو الناس اللي دايما بتكلمني في الكميات، فطبعا الكميات دي بتكون على حسب ذوقك وعلى حسب احتياجك. انا دلوقتي بحط شوكليت شيبس عشان اغري الولاد ان هما ياكلوها وتكون شكلها ما بين كده الكيك يعني شويه الى حد ما. طبعا طعم البطاطا واضح جدا جدا فيها، يعني هتروح فين ما احنا ما حطيناش فيها اي حاجه يعني، ولكن فعلا طعمها حلو صراحه بالامانه، احلى بكتير ما انا اقعد اكل كده بطاطا كده. لا دي بتحسسك ان انتي كلتي حاجه حلوه فعلا، وتديكي كده شعور كده بالبهجه يعني، وكمان تنفع وجبة فطار، يعني ممكن بدل ما تفطري الوجبة بتاعتك العادية تاخدي مكانها حاجة زي كده. طيب دول 3 الكبار اللي احنا قلنا عليهم، ده بالنسبة للحجم الكبير عشان محدش برضو ايه يقول لي هما دول الكبار يا سلوى، اللي في ايدي دول اللي هما بقى الميني، يا دوب كده ايه معلقة واحدة كده كبيرة، ونحط عليهم برضو الشوكليت شيبس. فالمقاس اللي انت عايزة تحطيهم حتى في صينية يعني، وتحطي حطيهم كلهم كده في صينية وتحطي عليهم شوكليت شيبس كلهم على حسب ما انت عايزة، بس انا دايما بحب اعمل ايه وحدات كده عشان يكونوا سهلين على الولاد ويلاقوهم كده في التلاجة، لان طعمهم بيبقى حلو جدا جدا في التلاجة.
طبعا احنا لسه بقى هنسويهم، شغلنا الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد في الفرن حوالي من 15 ل 20 دقيقة. هنعرف ازاي ان هي استوت على الحواف كده، هتلاقي ان هي اتمسكت. بعد ما تبرد تماما ندخلها جوه التلاجة، والتعامل معاها وهي باردة وجميلة وساقعة بتكون حلوة جدا. شايفين بقى، انا دلوقتي بقلبها بأمان جدا. تعالوا نقلبها على الوش اللي احنا حاطين فيه الشوكليت، ما احنا مش حاطين الشوكليت عشان نخبيها يعني. فبصوا بقى شكلها عامل ازاي. طبعا هي ستيكي، يعني هي مش من جوه هشة لا، هي عاملة زي البودنج شوية، وشوية شكلها عامل زي ما يكون كيك. فزي ما قلت لكم في اول الفيديو، ما بين البودنج والكيك، ظريفة جدا كده والريحة في منتهى الجمال. كمان القرفة هتكون حلوة قوي معاها، بس ايه مرضتش احطها عشان الولاد ايه ما يحسوش ان فيها حاجة مختلفة. بصوا بقى شكلهم عن قرب كده بعد ما سقعوا واتقلبوا كده على الناحية التانية، والشوكليت حلوة جدا. بصوا كمان من جوه، هنعمل زوم بقى واروح بقى اكلها، واتمنى ان شاء الله انتوا كمان تجربوها وتعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني. ومع السلامة.